صباح الفل، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا. عندنا النهارده هنعمل وصفات لذيذه جدا. صراحه المنيو ده انتوا اللي طالبينه مني ومش بعمله تقريبا كتير خالص، يعني ممكن مره كده كل سنه. هنعمل فراخ محشيه وفراخ صغننه كده حلوه، وهنعملها بثلاث وصفات او ثلاث طرق مع ثلاث حشوات. خلاص، طيب اول حاجه معانا اهو الفرخه، طبعا نظيفه ومتنظفه جدا. خلاص، ومعايا رز وكبد وقوانص وقلوب، اهو كبد وقوانص وقلوب. عندنا بابريكا، عندنا جوزة الطيب، عندنا كاري وكركم، بودرة ثوم، بودرة بصل، ومكعبات مرقة، وجزر مبشور، وفاصوليا. وهنا في كريمة سمنة بلدي، وكمان عاملة هنا أنا للفرخة دي أنا هسلقها، في هدخلها في فرن وفي هسلقها. عاملة هنا للفراخ اللي هتتسلق طماطم وبصل وجزر وكرفس ورق لوري للسلق. طيب طيب، بصوا بقى، أول حاجة هنا الفراخ طلعالي في حتة كده مفروض تتشال خالص، تتقطع عشان هي بتزفر الفراخ اهي. بصوا دي مفروض تتقطع خالص قبل ما نبتدي ان احنا نشتغل في الفراخ اهي. دي خلاص نقطعها كده. عايزه اقول لكم بتغير طعم الفراخ خالص. اجيب بقى كده الخل وحبه الملح والليمون، وايه واشرف الايه الفراخ شطفه كده بعد لما قطعت ال هشطفها كده شطفه عشان بس اتاكد ان هي تبقى ما فيهاش زفاره خالص، واصفيها كده واحطها هنا كده خلاص وهرمي ده. طيب عقبال بقى ما الفراخ تتصفى هجيب اول حاجه عندي القوانص، هستخدمها الاول، وبعدين القلوب، وبعد كده الكبد. فهحط القوانص هنا كده على جنب مع البصل خلاص، مع مكعب المرقه، مع السمنه البلدي. هحط لها الاول بس زيت، معلقه زيت، عشان لو حطيت السمنه كده على طول هتتحرق، فهحط بس معلقه زيت الاول. هحط القوانص عشان هي اكتر حاجه تاخد وقت تستوى. اقلبها كده في بس هنا طبق قلوب ناقص. بصوا هحط هنا فلفل اسود، ملح، واحط حبة من البصل مش كلها خلاص اهو كده، حبه مع كل حاجه هحط حبه. كده البصل مع مكعب المرقه في الفراخ مع القوانص والفلفل الاسود بيدي ريحه لذيذه جدا. طيب عقبال كده بس ايه اكتر حاجه بتاخد وقت؟ القوانص. هنحط هنا بس حبة مية مغلية او حتى يعني سخنة شوية مع الرز اللي احنا غسلينه عشان بس ايه ما ياخدش سوا قوي. معايا روان. ايوه يا روان. ايوه يا سيدي. ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي يا حبيبتي. وانا كمان، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. كويسة يا رب دايما. اتفضلي. عايزه طريقه الكنافه بالقشطه. حاضر، الكنافه بالقشطه، حاضر عيني الاثنين. بتحبي الفراخ المحشيه؟ ايه
بتحبي الفراخ المحشيه؟ مش قوي. مش قوي؟ طب شوفي الوصفه كده عشان تبصي عليها. ماشي 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 يلا اهو. لا لا طب انا عايزاها دلوقتي. ماشي هحط بقى حبه جزر كده مع القوانص عقبال ايه ما احط القلوب. خلاص كده هستخدمها كانه كل واحده بتستوي لوحدها. طيب هنا بقى الميه بتغلي عشان هنا اللي هحشي الفراخ وهحطها. الطماطم، البصلايه، الكرفس، الجزر، ورق اللوري، واسيبها كده ايه تغلي عشان لما اجي احط الفراخ تبقى مستويه. ماشي. طيب بصوا القوانص عايزه حبه كمان، احط لها حبه ميه مغليه قبل ما احط القلوب لان القلوب ما بتاخدش وقت طويل، الكبد بقى ما بتاخدش وقت خالص. احط لها بس كده حبه ميه مغليه عشان اضمن حبه صغيرين قوي عشان ما يضيعليش الصوص، اضمن ان هي ايه تريت شويه اهو. كده بصوا بصوا القوانص اهي ابتديت احس انها بتستوي بقى دلوقتي اهي شايفين. ابتدي بقى احط ايه دلوقتي، ابتدي احط القلوب، احطها بس هنا كده. وبعد ما احط القلوب بحط الكبد بعديها على طول، القلوب ما بتاخدش وقت زي القوانص طبعا، بس احطها كده على جنب. ماشي. واحط معاها بصلايه. بصوا استوت على طول. احط الكبد كده مع هنا كميه البصل، الرز هنا بيحتاج كمية بصل حلوة. اهو شايفين؟ ابتدي بقى اتبله. مكعب مرقة الفراخ مع بودرة الثوم، البابريكا، جوز الطيب. بص الطيب ما نكترش فيها. ابتدي احط الرز بقى عشان انا هسويه نص سوا. ليه بقى نص سوا؟ عشان هو لسه هيتسلق. طب لو هنحطه في الفرن نسويه 3/4 سوا، بتفرق جدا. يبقى لو احنا هنحطه يتسلق بنسويه نص سوا، لكن لو في الفرن 3/4 سوا. اقلب كده. ابتدي بقى احط له معلقه السمنه البلدي. الروايح بقى كده ابتدت تطلع. نحط بقى بقيه التوابل اللي هو كاري وكركم والسبع بهارات.
الكاري، ده كركم وده الكاري. الكاري دايما بيبقى اغمق من الكركم شويه، ولما نيجي نزود الكاري مش الكركم، الكركم بيمرر كده لو زودناه. السبع بهارات نقلب، بس ابتدي بقى احط ايه دلوقتي؟ احط الجزر المبشور مع حبه الفاصوليا، بس واحط لهم ميه مغليه واسيبهم يستووا. طبعا انا بسيبهم يستووا وبعدين الرز يبرد عشان اعرف احشي بيه الفراخ. نحط بقى كده ميه مغليه. عايزه اقول لكم دي نص كوبايه رز. اغطيه بقى. طيب عقبال ما اجيب، ثواني بس، عقبال ما اجيب الغطا، لا ثانيه واحده ماشي. هنحط معلقه كريمه بالظبط بتطري الرز. طيب عقبال بقى، عايزه قبل ما اطلع فاصل، عشان انا المفروض اطلع فاصل، لا اوريكم الفراخ بتتحشي ازاي واحطها تتسلق عشان نرجع من الفاصل نعمل الفرخه التانيه. خلاص، عشان بس ايه، موضوع حشو الفراخ ده بيبقى يعني ايه سخيف شويه. لا نخليها هنا كده. بصوا الفرخه عامله ازاي، طبعا متنضفه كويس جدا من جوه. مش هستخدم كل الرز ده، فاعمل ايه كده عشان ما زفرهوش، ولما اجي احشي الفراخ ما خليهاش مكبوسه قوي عشان لسه الرز هينفش. اهو بصوا عملناها ازاي. بس بنقفلها كده بقى، بنحط الرجل عكس بعض بالطريقه دي. وفي ناس بتحب ايه تخيطها، بس انا لا، بحط الرجل عكس بعض وخلاص. خلاص، وابتدي ان انا اسلقها. تمام، نطلع فاصل بقى ونرجع من فاصل نكمل الفرخه التانيه بتاعتنا. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل دلوقتي، وهنعمل مع بعض تاني فرخه. اول فرخه عملناها اللي هي بتتسلق، اللي احنا عملناها مع الرز، عملنا فيها ايه؟ شوحنا القوانص كويس جدا مع مكعب مرقه الفراخ وملح وفلفل وجوز الطيب، وبعدين حطينا معاها البصل الاحمر المفروم. بعد كده لما استوت رحت حاطه القلوب، بعديها الكبد وبقيه البصل، الجزر شوحناه كويس، الرز، التوابل، كاري، كركم، جوز الطيب، السبع بهارات، البابريكا، بودره ثوم، بودره بصل، كله مع بعضه، معلقه كريمه، والفاصوليا والجزر المبشور، وهو بنسيبه يستوي براحته خالص. طبعا الرز اللي باقي ممكن نحطه ارضيه كده تحت الفراخ. اهي الفرخه الثانيه معانا النهارده، وبرده بالزينه غسلتها كويس يعني، وبرده هقطع ده كده ماشي كده. خلاص، وبما اني قطعت كده بالمقص لازم نطهر بحبه خل او ليمون، خلاص، عشان تبقى الحاجه نظيفه ومش ملوثه خالص. ابتدي بقى اعمل الحشوه. الحشوه المره دي عباره عن ايه؟ قمح. انا حشيها بقمح. انا بحاول اولا انوع في الطعم، ثانيا في ناس بتبقى مش عايزه رز، بتبقى عايزه تاكل حاجات غير الرز. النهارده الحشوه بقمح وحشوه بالفريك. القمح ده انا مسوياه او سلقاه نص سوا. خلاص، هبتدي اعمل بقى الحشوه اللي هي قوانص قلوب مع كبد، بصل ابيض مفروم، عندنا كمان مستكة، عندنا فصوص ثوم، جوز الطيب، بهارات فراخ، دقيق ومشروم، و
طماطم مبشور. نبتدي بقى كده الوصفه. هحط القوانص مع معلقه الزيت واشوحها كويس جدا. معانا فلفل اسود، بهارات الفراخ وجوز الطيب، والبصل زي ما عملنا المره اللي فاتت. هحط البصل حبه حبه عشان بس ياخد النكهه دي، عشان سخنه جدا فالقوانص ايه مش هتاخد وقت زي الثانيه. طيب عقبال ما القوانص هنا والبصل يعني يعملوا مع بعض، بصوا هنا البطاطس هنعمل فيها ايه. هقطعها شرايح عشان هعمل صينية خضار تحت ارضية تحت الفراخ وهي في الفرن. اهو شرايح، كل ما شرايح البطاطس تبقى رفيعة كل ما تبقى اطعم على فكرة. خلاص اهي شرايح الجزر، الكوسة، البصل، فصوص الثوم هقطعها كده ايه اصغر شوية بس ما تبقاش شرايح رفيعة عشان بس تبقى نكهة الثوم باينة. هحط بودرة ثوم. بصوا نبتدي بقى نحط القلوب مع الكبد، بقية البصلة ريحتها تجنن بجد، ريحتها حلوة قوي. احط لها الفلفل الالوان مفروم برضو حبة كده وهما بيستووا، عشان انا عايزة نكهة ياخدوا النكهة. بودرة ثوم، حبة بابريكا، اقلب هحط معلقه صغيره من الطماطم المبشوره واقلب كده. معلقه سمنه بلدي وابتدي احط القمح. فاضل ايه هنا من الخضار عندي؟ فاضل المشروم وفاضل الدقيق، معلقه الدقيق هدوبها في حبه كريمه وميه مغليه واحطها عشان يبقى برده طري كده وجميل. بس هنا بقى انا مش عامله منه نسخه فهضطر ده يبرد عشان ايه. طيب كده احط مع البهارات مع كده واحطها في الفرن دلوقتي. خلاص هحطها في الفرن بس ايه عقبال ما اخلص الفرخه. فاضل هنا زي ما قلت الدقيق
معلقه الدقيق مع الكريمه، ممكن استغنى اصلا عن الميه، واقلب كويس قوي. احط المشروم، شايفين هنا حطينا ايه؟ حطينا الكبد والقوانص والقلوب مع البصل والتوابل والقمح والفلفل الالوان والسمنه البلدي والطماطم المبشوره، هزود كده حته كمان. ماشي خلاص، وهحشي بيها. نحط هنا بقى الدقيق اللي بالكريمه، بس هحط لها ميه مغليه واسيبها شويه تستوي. اول ما تغلي على فكره هرفعها من على النار، انا اصلا اعتبر مسويه القمح. قبل بقى ما نطلع فاصل هعمل تتبيله الصلصه اللي هدهن بيها الفراخ. نخلي دول كده على جنب عشان لسه هستخدمهم. عباره عن ايه بقى؟ سمنه بلدي، صلصه كده، عصره ليمونه، فلفل اسود، رشه ملح. الخبطهم كده بايدي كويس قوي قوي كده، وابتدي كده اعمل الفراخ فيها كويس. نطلع فاصل يكون القمح استوى، نرجع نحشي بيه الفراخ وندخلها الفرن على طول. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني. بصوا انا حشيت على فكره، حشيت الفراخ وحطيتها في الفرن اهي، ماشي، وغطيتها بالفويل بس ايه عشان بس الخضار يستوي. هشيل الفويل دلوقتي، بصوا اهو شايفينها تمام. طيب والقمح اهو سايباه يستوي، والرز على اخر الحلقه هيكون استوى، بس انا حطيت له شويه ميه عشان عايزاه يستوي خالص. ده بقى مش نص سوا، لو كان نص سوا كنا زماننا طلعناه، عشان انا اصلا عندي رز ده بقى اللي ايه هحطه ارضيه. تعالوا بقى نبص على الفراخ المسلوقه. بصوا طبعا لسه فاضل لها شويه صغننين، بس عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي، شايفين عامله ازاي اهي. خلاص طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل التتبيله الثالثه بتاعتنا اللي هي بالفريك، بس المره دي مش هتاخد وقت زي القمح. نخلي كده القمح هنا كده يستوي براحته. خلاص ريحه المستكه عامله شغل عالي قوي صراحه. وهنا هنحط معلقه الزيت، وهعمل زي المره اللي فاتت اللي هي ايه، قوانص بصل ملح وفلفل اهو، قوانص بصل، المره دي البصل مبشور، قوانص بصل ملح وفلفل، ياه تبتدي تتحمر كويس قوي اهو. نقلب تتحمر كده كويس جدا جدا. الفريك بقى هحط له دلوقتي حبه ميه مغليه، عشان هو اصلا يا دوبك نقلبه وندخله للفرخ. نشيل بس الزوايد دي كده اللي احنا مش عايزينها، وممكن نقرا كده شويه رسائل حلوه. عندنا يويو دي انا ممكن طريقه عمل مكرونه بشاميل، حاضر هنزلها لك. شيرين صباح الخير وبركه، اجمل شيف جميله وراقيه، تسلم ايديكي، شكرا يا شيرين. روزا صباح الورد. لوسي صباح الخير يا احلى واطعم شيف.
ام شنودة صباح الفل يا لوسي. ام شنودة صباح الخير على احلى شيف غادة وعلى اسرة البرنامج واحلى قناة طبخ، ربنا يوفقكم ويسعدكم ويفرحكم يا رب. شكرا ليك يا حبيبة قلبي على الدعوة الحلوة دي فريدة، انا كمان بعتلك بوسة كبيرة على الصبح. ابراهيم صباح الورد والياسمين، ينبوع المحبة صباح الورد والياسمين يا احلى شيف، بحبك وتحياتي ليكي من العراق. الوردة الذهبية صباح الورد والياسمين من الجزائر، صباح الفل يا وردة. الحاجة حمدي صباح الخير يا شيف غادة، صباح الفل يا حاجة حمدي. هناء صباح الخير من السودان، فخور بدينك، بسم الله ما شاء الله عليك يا شيف تسلم ايديكي. مرام اهلا يا مرام من تونس، اروع شيف واطيب قلب تحية ليكي كمان. ايوه طبعا انتي من اصدقاء البرنامج ومتابعة حلوة جدا لينا. سلام صباحك فل وياسمين حبيبتي، الله يبارك فيكي ويسعدك. انا سلام من لبنان، بحبك كتير، بحب اكلاتك طبعا. يا سلام انتي اصلا بقيتي على طول تبعتي لنا. رودي يومي بيبتدي لما بصبح على احلى دودي في الدنيا، شكرا يا حبيبه قلبي. عندنا طارق صباح الورد يا احلى غاده، صباح الفل يا اجمل دودو يويو. وخالد صباح الخير يا احلى شيف، الساجده لله، بحبك جدا، تسلم ايدك. انا نسمه من حلوان، ممكن طريقه الكرواسون. وام ابراهيم صباح الرضا، اركز بس ده عشان بس ايه، بصوا القوانص، نبتدي نحط القلوب، نبتدي نحط الكبد، نقلب بقيه البصل، الروايح فظيعه بجد هنا عشان كمان البصل مبشور. ليه بقى انا عملته بصل مبشور؟ الفريك بيحب البصل المبشور قوي، يعني القمح ما تعملوش معاه بصل مبشور، تعملوه مفروم. الرز ممكن كان يبقى بصل مبشور بس المفروم برده بيبقى حلو، لكن الفريك بيحب جدا البصل المبشور. نسيبه كده بقى، نحط له معلقه من السمنه البلدي ونسيبه لحد ما يستوي. حط له بس ايه، معلقه صلصه. معانا امل يا صاحبه الوجه. اهلا اهلا، ازيك يا اموله حبيبه قلبي؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ ربنا يخليكي، اخبارك ايه؟ والله تمام، وحشانه جدا يا شيف، يا حبيبتي شفتك بس في الدنيا كلها. يا حبيبه قلبي اخبارك ايه يا اموله؟ حلوه الحمد لله، طول ما حضرتك موجوده احنا حلوين قوي. يا حبيبتي اخبارك انت ايه وعايزه وصفات ايه النهارده؟ طيب بتعملي الفراخ المحشيه؟ مش سايبانا أيوة. محتاجين حاجه يعني، كل مره بتبدعينا بحاجات جميله جدا. انا الفراخ المحشيه طبعا احنا عارفينها من زمان، بس انا حبيت المره دي اقدمها بشكل جديد. يعني انا ده اللي عجبني الصراحه، انا حاسه انه في تاتش جديد فملفت يعني. ان شاء الله جربيها بقى، عايزاكي تجربيها وتقولي رايك. اكيد والله يا شيف انا بجرب حاجات كتيره حضرتك بتعمليها يعني. ميرسي يا حبيبه قلبي. طبعا مش هيطلعوا بالحلاوه اللي حضرتك بتعمليها، لا لا بيطلعوا طالما بنعملها كده واحنا مبسوطين وبنحب بعض كده بيطلعوا والله بجد. حبيبتي انا بس كنت عاوزه اوصل لك سلام الجزائر كلها، بيحبوكي جدا 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 صراحه. انا جمهور الجزائر وتونس الاثنين دول بالذات يعني، هو المغرب العربي كله. لا بس فعلا انا دي حقيقه، دي حقيقه، انتم متابعين جيدين جدا جدا لينا وبجد دايما. حضرتك برضو يا شيف من الوشوش اللي المألوفه والمحبوبه عند الناس كلها. ميرسي يا حبيبه قلبي، شكرا ليكي يا امور، نهارك سعيد. شكرا على المكالمه الحلوه قوي دي. طيب اهو هبتدي بقى احط الفريك كده اهو، واسيبه غلوه واحده بس اهو، خلاص مجرد غلوه واحده. عقبال ما اعمل ايه؟ عقبال ما اعمل التتبيله بتاعه الفراخ اللي بالصلصه والملح والفلفل والليمون عشان برضو احشي بيها الفراخ. طبعا انا عامله نسخه، احط معلقه كريمه واحده دي لو انتوا عايزين، مش عايزين براحتكم، بس انا بحس بيطريها قوي حتى مش بتبان يعني. طبعا انا عامله نسخه من الفراخ دي عشان هي بتقعد تقريبا من ساعه الا ربع لساعه في الفرن. خلاص اجيب بوله كده تاني واحط فيها السمنه البلدي الطريقه دي، هي بتبقى طعمه جدا جدا بالسمنه البلدي. احط فلفل اسود، بهارات، التتبيله دي بتخلي طعم الفراخ حلو قوي، واقلب وابتدي
ان انا ادهن الفرخه كده كلها كلها من جوه ومن بره وكله. بصوا 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 ازاي. طبعا في الوضع ده لازم نلبس جلافز عشان ما نتضايقش. بصوا من جوه ومن بره اهو، سمنه بلدي، صلصه، ملح وفلفل اسود، وبهارات لو عايزين. هشيل بقى كده الجلافز ده ماشي، وهنطلع فاصل. نرجع من الفاصل بقى انا الفراخ المسلوقه هطلعها عشان هحمرها. بصوا هوريكم بس قبل ما نطلع فاصل، بصوا عامله ازاي اهي، ريحتها فظيعه بجد. هطلع بصوا ولا اتفتحت ولا حصل اي حاجه فيها اهي، هطلعها عشان احمرها كده تحميره تمام ماشي، واوريكم الفراخ اللي في الفرن عامله ازاي. هتقولوا لي انت بتحبي ايه اكتر، انا هقول لكم انا بحب دي بصراحه، انا بحب دي اكتر بكتير من الفراخ اللي في الفرن. بحس ان السلق بيطلع نكهه الفراخ وبيزود النكهه كده بطريقه حلوه، بس كل واحد طبعا على حسب ما يحب. ان دي بتبقى فيها يعني لسه هنحمرها بالسمنه البلدي، والصلصه دي بتبقى في الفرن. نطلع فاصل ونرجع لي. بصوا بقى بصوا الفراخ اللي انا حشيتها اهي بالفريك اهي، اتفرجوا عليها شايفين محشيه ازاي، وحشيت كمان ما بين الجلد واللحم خلاص زي ما هي كده اهو. انا فاتحه الفرن هحطها في الفرن، ممكن نبص على الفرخه الثانيه اتحمرت شويه ازاي. بصوا اهي اتحمرت شويه، كل اللي انا هعمله هغطيه بالفويل واسيبها بقى ايه تكمل سواها، وقبل ما نيجي ناكلها هطلعها هشيل الفويل عشان تتحمر كويس قوي. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هحمر الفرخه بتاعتي، ريحتها تجنن اصلا. بس دي ايه؟ لا ريحتها حلوه قوي 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 طبعا. الشوربه بتاعت الفراخ دي بتبقى حلوه قوي. الفريك اهو خلاص قرب يستوي، هجيب بقى كده ايه ووك. خلاص اجيب زيت احط فيه فص ثوم، رشه ملح، فلفل اسود، وهحط هنا طماطم مبشوره مع الفراخ المسلوقه مع صلصه طماطم مع سمنه بلدي كده، مع جوزة الطيب، هحط مستكه، هنحط سمنه بلدي، وهنا اجيب الفرخه بقى كده وابتدي بقى ادهنها كويس قوي المسلوقه دي قبل ما ايه ما احمرها. بصوا انا هنا اللي انا عاملاه قدامكم الفراخ صغننه، انا هنا جايبه الفراخ كبيره شويه النسخه، وكمان حشياها فوق يعني من جوه بره. انا يعني بحب الصغننه اكتر، بس في ناس بتحبها بالطريقه دي اللي هي تبقى محشيه كويس قوي ايه جوه وبره. نعمل كده كده وابتدي احطها كده اهو. خلاص الريحه بقى الريحه خطيره بجد. طيب دي اللي هي المسلوقه التانيه اهو، عقبال ما دي تتحمر هعمل ايه؟ هفرش السفره. بصوا الفراخ دي متحمرة اهي في الفرن، دي اللي متحمرة في الفرن، وده الخضار اللي كان تحتيها شايفين، احنا عايزينه كده ايه يبقى بيقرمش كده زي ما انتوا شايفين. هجيب الرز
اللي انا مسويه، وهنا في فريك كمان. هعمل كده وهحط دي، عايزه اقول لكم دي اللي بالقمح، ماشي؟ هحطها كده واجيب الفريك كده الفايل. فين هجيبه كده وهعمله بالطريقه دي واحطها هنا كده. خلاص كده تمام. فاضل الفرخه الثالثه. هجيب القمح، ريحته خطيره القمح، بصوا عامل ازاي. واوحش حاجه بقى التحميل، عشان ايه نفضل نعمل كده ونتاكد ان الفرخه ايه ما تلزقش. بس دي بقى بيبقى طعمها بجد ما اقولكوش على جمالها، يعني دي جمال طعمها. هنحط بقى كده القمح هنا، ودي الايه الفرخه الثالثه اللي هنحطها، اللي ان شاء الله ايه هتتحمر، بس مش عارفه في وقت ولا لا. انا هحطها دلوقتي اهو. خلاص دي طريقه التقديم يعني اللي انا حباها. هحط هنا بقى كده ايه البطاطس، الجزر، الكوسه، بطاطس، جزر، كوسه، بطاطس، جزر، كوسه كده. طبعا الواحد ايديه نظيفه وزي الفل، بس عشان بس ايه رتبها صح كده. ونحط كده كمان البصل. اهو البصل كده كده كده. امسح بس بال شايفين شايفين ريحة الوصفة اصلا تجنن بجد. ومتهيالي ان الفكرة هتعجبكم قوي، بالذات ان احنا عاملين بحشوات جديدة النهاردة. احنا عاملين فراخ محشية زي ما متعودين، بس في فريك، في قمح، في رز، في حتى الخلطة اللي جوه معمولة بطريقة جديدة اهو. هنحط دورة هنحط فلفل الوان هبص كده على الفراخ. بصوا طول ما احنا بنحمرها هنعمل كده. لسه قدامها شويه. خلاص بصوا هقدم البرزنتيشن كده كانها فرختين اهو كده. قبل بس ما نختم عايزه بس اوريهم حاجه صغيره قوي في الفرن. نبص عليها. عملنا الفراخ اللي في الفرن اهي، شايفين؟ مع الخضار اهو، حشوه الفريك وحشوه القمح.
حمرنا الفراخ، دي شوربة الفراخ، ده الرز اللي باقي عشان ناكله، وده الفريك. عايزة اقول لكم الوصفات هتعجبكم قوي قوي بجد، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي انها عجبتكم. عملنا النهارده فراخ محشيه في الفرن وكمان متحمره بالسمنه البلدي والصلصه، قدمناها بالطريقه دي مع البطاطس والجزر والبصل والرز والفريك والقمح، وان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.